ودعت عاصمة الرستوميين تيهير ضيوفها في حفل اختتام الصالون الوطني للفرس في طبعته التاسعة، ضاربة لهم موعدا العام القادم في طبعة عاشرة تكون مغاربية وربما حتى دولية. والمزيد في روبورتاج كريمة أجدطاح. بألعاب الفانتازيا وتوزيع الجوائز على الفائزين في مختلف المنافسات التي شهدها الصالون الوطني للفرس على مدى 3 أيام، أسدل الستار على الطبعة التاسعة، طبعة حطمت الرقم القياسي لعدد الجماهير التي توافدت من مختلف ولايات الوطن. الشيء اللي وصل إلى هنا من مواطنين حيث بلغ مقياس واحد يوميا أكثر من 200 ألف متفرج أو 200 ألف زائر. محافظ المهرجان وفي تصريح حصري لقناة نوميديا أكد ترسيم المهرجان كل سنة، مضيفا أنه بداية من الطبعة القادمة ستكون هناك مشاركة مغاربية وربما حتى دولية، ليتحول الصالون من مهرجان وطني إلى مهرجان دولي. من سنة 2017 سيكون هناك إن شاء الله مهرجان أو صالون وطني مغاربي في أول في بداية في الطبعة العاشرة، وربما يكون دولي ولما لا. المهرجان الذي تكفل بتمويله ولأول مرة متعاملون ومستثمرون خواص على رأسهم مجمع طحكوت، وضع تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية الذي أهدي الفرس أنفال من سلالة عربية أصيلة مع سرج مطرز بالذهب والفضة. أشكر كل المتعاملين الاقتصاديين ثانية، وأشكر كل جنود الخفاء الذين كانوا معنا في كل الأوقات. ودعت تيهيرت ضيوفها مجزلة الشكر والامتنان، ضاربة لهم موعدا السنة القادمة في نفس المكان وفي مثل نفس التاريخ.